الطبقه يعني المتوسطه اللي هي بزاف يعني تحت الصفر راه كتعاني بزاف. وقتاش غنقول لك راه حنا تقهرنا؟ مقمه العيش ديال النهار كيف تصور كيف تاكل، ما تصورش ما تاكلش. باش انا نتسلف على قبل شهر ونخلص العام كامل. وقتاش غنقول لك راه حنا تقهرنا؟ الاسعار غدا وتتغلى وبنادم اختي ما لاقي ما ياكل. الدرويش مسكين هو اللي واكل العصام، اللي عندهم فلوس اختي راه عايشين بخير واكلين شاربين متعين مع روساتهم. حنا ما حيلتنا المعيشه، ما حيلتنا الكرام، ما حيلتنا الهادي، ما حيلتنا الهادي. راه بنادم لا اله الا الله اختي، بنادم يشوفوا من حال الدرويش مسكين ما عندوش. والتقدير رمضان اختي شكون اللي غيتقدى بهاد الاسعار في هاد رمضان؟ من خاطر اللي عنده هو اللي غيتقدى اختي في رمضان. اما بحالنا حنا راه كناكلوا هذاك القوت تاع اليومي واللي قسم الله كناكلوه، ماشي بحال الناس اللي لاباس عليهم كيحطوا كل شيء في الطابله. حنا كناكلوا اللي قسم لنا الله، فهمتيني؟ خاص الانسان يحسوا بينا حتى حنايا، راه حنا مساكين حتى حنا ولاد الشعب حتى حنا بزاف د الحوايج. انسان راه لا اله الا الله، هذا الشيء اللي غنقول لك اختي. تقهرنا، يشوفوا من حالنا اختي، ينقصوا علينا في هاد الاسعار تاع هاد المواد الغذائيه، ينقصوا علينا في هاد الكرا اللي مشنشطين وتا لواحد الدرجه ما كتصورش. ورمضان حنا دابا عندنا دابا الامور مضروره كتضر بزاف من جهه هاد الغلا وهاد الشيء. دابا كتشوف الغلا فين واصل لينا، وبنادم دابا يلاه مسكين غادي كيكافح باش غادي يوصل لواحد زعما كنمشي يسلك رمضان، وراه غيجي رمضان غادي تزيد تقصاح عند المواطن بزاف، غتقصاح عليه بزاف مع هاد الغلا. اللي عنده مسكين ولا اللي عنده الوليدات خدامين ولا اللي عنده شي المتاع شويه راه كيكون شويه كيدوز داك الشيء، ولكن بالنسبه للانسان المعاني ما عندوش مسكين راه الله يكون في العوان. هذا هو اللي غنقول لك، مع هاد الغلا اختي راه ما شاء الله. نشوف الزيت فين وصل، وشوف المازوط فين وصل، وشوف كل شيء فين وصل. وهي الظروف المعيشيه راه معروفه عند المغاربه كاملين، غتسولي انا، غتسولي هاد السيده، غتسولي هذاك السيد اللي خدام تما، يعني كل شيء ظروف صعيبه الماديه اصلا، والخدمه ناقصه من كورونا لهنا، يعني خدمه نقصات بزاف. وتي كل شيء تزاد، كاع ديك المواد الاساسيه كنستعملوا حنا انا كامرا في الكوزينه راه تزاد. وخير دليل دابا هو الزنجله، انا هو يوصل البلدي وصل 50 درهم حتى 60 درهم، يعني قد ما بغيتي حاجه مزيانه قد ما خصك تزيدي الفلوس. وناهيك ان كاين الضو، كاين الماء، كاين ما كنهضروش حنا كاع على مول الحانوت كاع. وبالنسبه انا ام، وبالنسبه مول الدار كيحط ليا مثلا داك الشيء، داك الشيء كان كيحط ليا مثلا كان كيقدني، دابا لا، دابا ولا كيقول لي انا حطيت لك وانت دبري راسك. يعني حاولي تي تدبري اشنو غتاخذي، شي حاجه بحال مثلا كماليات حنا كاع ما كنهضروا عليهم، مثلا نفكر مثلا نصوب مثلا دابا الشباكيه، ولا نصوب مبريوات، ولا نصوب لا، غير المواد الاساسيه داك الشيء اللي غنحتاج مثلا للميده ديال الفطور. دابا داك الشيء الطبيعي الساهل اللي كان نديرو الدجاجه ولا 20 درهم، مثلا بحال اللحم دابا 70 درهم. ايوا الخبر راه في راسك وفي راس المغاربه كاملين، ماشي في راسي انا، فهمتيني يا بنتي؟ ايوا ربي معين وربي كيشوف، اللهم لك الحمد على ما اعطى. واختي اش غنقول لك، التجديدات هذه ديال رمضان هذه الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه بعد اول حاجه. ثاني حاجه بالنسبه للمعيشه من ناحيه ديال الانسان اللي هو بسيط، الطبقه يعني المتوسطه اللي هي بزاف يعني تحت الصفر راه كتعاني بزاف، لا من ناحيه ديال بزاف ديال الحوايج، لا من ناحيه ديال المواد الغذائيه، لا من ناحيه ديال الخضر، لا من ناحيه ديال بزاف. وسيرتو من غير هذا الشيء، هذا الناس الاغلبيه ما خدامينش، الناس الاغلبيه ما خدامينش، كاين اللي ما عندوش مسكين، كاين اللي غير طالب معاشو باش غادي يتقدى كيلو ديال المطيشه دير دابا واصل خمس تقريبا الماكسيموم 8 دراهم، في رمضان غتولي دير 10 درهم حتى 12 درهم. راه بزاف، كتلقى عاوتاني اسره كاريه فيها أربعة الأفراد أو لا خمسة، حتى شي واحد ما خدام، كتلقى غير الأب واحد هو اللي كيعاود ديك الأسرة كاملة. يعني راه هادشي هذا راه لا إله إلا الله محمد رسول الله وصافي. يعني الإنسان راه اش غادي نقول لك، الإنسان راه الدرويش بزاف كيعاني بزاف، وحتى شي واحد ما كنتمنى من الناس يعني أنهم هذا كذا يعني يشوفوا الناس اللي هما بساطة اللي ما عندهمش اللي كذا وهادي شي يتعاون مع شي وغادا القضية.
النظريه ديالي انا وشوشاني الله اعلم. اما الناس اللي عندهم وكذا وهذه الله يمسك على كل واحد، نحاولوا عاوتاني حتى حنا نتفكروا هذوك الناس اللي ما عندهمش ولا ونعاونوا غير بكفيفات كذا وهذه، نديوها لواحد الانسان اللي ما عندوش وكذا وهذه حاجه مزيانه. خيركم خيركم لاهله. اول حاجه راه غير مطيشه راه مشكله عند المغاربه، مطيشه باش غادي يمشي يشريها؟ اذا كاين بعض الناس اللي كتبغي تسق الشلاضه في رمضان ما يديرش الشلاضه، وينقص من الحريره النهار يدير الحريره وسيمانه ما يديرهاش، يدير حسوه غادي تولي نواد تهرب بزاف المسائي. لا اختي انا ما كنتقدى لا رمضان لا شعبان لا الحولي، حتى كيقرب داك الشيء كلشي كنتم غادي على قد الحال. مصروف ديال النهار، رقمة العيش ديال النهار، كيف تصور كيف تاكل، ما تصورش ما تاكلش، نهار بنهار، ما كاينش نهار اللي غايبدلك على شي نهار. صورتي 100 درهم تاكل 100 درهم، صورتي 400 تاكل 400. شنو نقول لك؟ غناخذ على داك الشيء على قدي، يعني غناخذ مثلا كونتيتي كثيره، غناخذ كونتيتي صغيره، يعني مثلا غندير مثلا سلوله غندير منه كيلو ولا غندير غير نص كيلو، المهم كتسمى درنا شي حوايج فهمتيني، لان هاد الشيء ما غاديش تقدر دير 100%، ما غاتحاول دير 50% بالكامل على الله ضروري. بطبيعة الحال واش المواطن راه ما دابا انا مراتي انا وجبد، ما غاديش نقدر مثلا نشري مطيشة بثمن غالي فهمتي، نقدر نقول نبدلها بشي حاجة أخرى، نقدر شي حاجة اللي غتجيني بزاف عليا ما نديرهاش مرة فهمتي، غندير هذاك الشيء على جهدي فهمتي، ماشي حيت ما يمكنش ليا مثلا نتسلف على قبل شهر ونخلص العام كامل.